وللحديث عن فشل السلطات في العراق بنسب بطولة خليجي في نسختها 25 لنفسها وتأكيد الشعب العراقي على فشلها وانتماء العراق لبعده العربي بعيدا عن إيران، ينضم إلينا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل. حياكم الله أستاذ مصطفى. حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام، أهلا بكم. أهلا بك أستاذ مصطفى، كيف تقرأ بداية ما جرى في بطولة خليجي 25؟ هل كانت مجرد حدث عابر بالنسبة للعراقيين؟ وما هو الانطباع العام الذي أوصلوه للعالم ولمحيط العراق العربي؟ أولا كانت السلطة الغاشمة العميلة في العراق كانت تريد من هذه البطولة أن تحصل على دعم جماهيري عربي وإعلامي عربي لها بالدرجة الأولى والأخيرة، ولكن الشعب العراقي قلب الصورة ليحول الإنجاز له وليس لهذه السلطة، رغم يعني وجود بعض القرار أو ما يقال عن حديث عن قرار سياسي في دعم هذه البطولة وإقامتها في العراق الآن، ولكن العراقيين أثبتوا أصالتهم وأثبتوا انتماءهم العربي ويعني مشاعرهم القومية الأصيلة رغم كل المحاولات التحريض ضد العرب وضد العروبة وضد الانتماء الوطني والقومي للعراق لأمته العربية خلال السنوات العشرين الماضية بعد احتلال العراق، لكن يعني بقدر ما أثبت العراقيون هذه الهوية العربية الأصيلة بقدر ما بان فشل السلطة سواء في الإعداد للافتتاح أو الإعداد للختام. أما قضية الحفل فهذه من إعداد شركة فرنسية أو من تنظيم شركة فرنسية ولا يحسب لهذه السلطة بأي شكل من الأشكال. إلى أي مدى كانت هذه البطولة فرصة حقيقية ربما للتعبير عن السخط الشعبي من العملية السياسية ونهجها الطائفي برأيك؟ كانت هناك العديد من المواقف التي أثبتت مثل هذه المعاني، كان هناك الكثير من الهتافات ضد إيران والكثير من الهتافات بوحدة العراق وبالمشاعر الوطنية الأصيلة لشعب العراق من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، كان هناك رفض بالتأكيد لإيران ولميليشياتها، تأكيد على بطولة العراقيين في ثورة تشرين عندما رفعوا صور أبطال الثورة وشهدائها، وأيضا كان هناك هتافات سياسية ضد رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني حينما طالبوه بخفض سعر الدولار، هذه كلها ملامح تؤكد أن الخطاب الوطني كان هو الأعم في هذه البطولة وهي بطولة العراقيين أولا. نعم، يعني فعلا بدا لافتا استطاعة الجماهير أن يرفعوا صور لشهداء تشرين، يعني ما هي الرسالة التي كانوا يودون ويريدون حقا إيصالها برأيك؟ يعني كانوا يريدون التأكيد على أن ثورة تشرين ثورة شعبية عراقية بعيدة عن المسميات الطائفية والعرقية، وكانوا يريدون التذكير بأبطال العراق خلال هذه الثورة في محفل يحضره إعلاميون عرب خليجيون، يحضره مواطنون من الأقطار العربية في الخليج العربي، هذا يعني هذه رسائل داخلية وخارجية أنا أعتقد مهمة جدا، يعني في هذه في محفل كهذا يحضره العديد من الأشقاء العرب. نعم، ذكرت قبل قليل أن الجماهير يعني أو الهتافات كانت من ضمن الهتافات نزل الدولار للسوداني، ولكن يعني ماذا يعني هذا بالنسبة للسوداني الذي بطبيعة الحال كان يروم أن يحتكر البطولة كمنجز لحكومته لربما؟ بالطبع هو لن يعني له شيئا ولن يؤثر عليه شيئا ولن يحقق السوداني ولا الأصابع التي تحرك السوداني، لأن السوداني
كما غيره من الذين سبقوه أو الذين سيخلفوه، وإن شاء الله لن يخلفه أحد في هذا النظام العميل. كلهم هناك من يحركهم بأصابع معروفة، هي الأصابع الميليشياوية التي قدمتهم، وطبعا أصابع الاحتلال الأمريكي والإيراني قبل ذلك وبعده. هؤلاء هم من يمسكون بالسلطة في العراق حقيقة. لكن رسالة العراقيين أنه في الوقت الذي أنت تريد أن تخطف الأبصار الأضواء الإعلامية عفوا، بأن تحقق إنجازا لنفسك بهذه البطولة، الحقيقة أن هناك معاناة للعراقيين آنية تطحنهم تجاه بسبب غلاء الأسعار نتيجة انخفاض قيمة سعر الدينار وصرف الدينار العراقي مقابل الدولار. وهذه أسباب يعني يعرف الجميع أنها ميليشياوية بالدرجة الأولى والأخيرة، لأن هناك تهريب للمال العراقي بعلم السلطة بل بدعمها وبإشرافها وبإسنادها، وهي من تقوم بذلك عبر منافذ عديدة، منها المصارف التي تتبع الميليشيات التي جاءت بهذا الرئيس الوزراء الحالي وبالنظام بالسلطة الحالية. نعم أستاذ مصطفى، برأيك أسميها أنا جمهورية الإطار التنسيقي. أستاذ مصطفى، يعني هل الحكومة فشلت في تحقيق أي شيء من الذي كانت ترجوه من يعني إنجاز هذه أو يعني تنفيذ هذه البطولة في أرض عراقية؟ لماذا كانت تدفع بكل إمكانياتها، وخصوصا تعلم ما دفع من أجل الجدار العازل؟ يعني هذا الجدار هو جدار فصل عنصري في الحقيقة. هذا الجدار وإن كانوا يحاولون إخفاء ما وراء، لكنه فضح حقيقة سوء الأوضاع وسوء الخدمات في البصرة تحديدا وفي العراق بالتالي عموما. البطولة انتهت الآن وستذهب السكرة وتأتي الفكرة كما يقال بالمثل العربي الشائع. المواطن العراقي يعني سيصحو على حقيقة أن هذه الادعاءات التي أو الإنجازات التي تدعي السلطة تقديمها له أو قدمتها له خلال فترة البطولة غير حقيقية. هذا الجدار سيبقى يخفي خلفه، أو سيبقى من خلفه يعاني من سوء الخدمات، سيبقى المواطن البصري يعاني من عدم وجود المياه الصالحة للشرب، تلوث البيئة، اليورانيوم، آثار اليورانيوم المنظم الذي ألقته قوات الاحتلال الأمريكي على العراق. كل هذا سيبقى، يعني سوء الخدمات، سوء الكهرباء إلى آخره، الفساد الذي يتحكم بالعراق. هذا أصلا جدار الفصل العنصري، هذا عملية فساد كبيرة يعني يخفي وراءه أيضا عملية فساد. شكرا. كل هذا سيبقى قائما في العراق، وبالتالي هذه المنجزات التي تدعي السلطة إنجازها خلال هذه المدة ستتبخر أمام الحقائق التي يعاني منها المواطن العراقي منذ 20 عاما، وسيبقى يعاني منها مهما تبدلت شكرا الوجوه. جزيلا لك رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، كنت ضيفا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.